نجا وسلمى جبلان في شمال وسط الجزيرة العربية. تقول الأسطورة إن تسميتهما نسبة إلى شاب وفتاة من قبائل العماليق البائدة هربا من قيود التقاليد السائدة آنذاك، وقبض عليهما في أرض الجبلين وعوقبا بالصلب على أجو وسلمى اللذين سميا باسميهما بعد ذلك. يصنف الجغرافيون هذه الأرض بأنها الأكثر تنوعا من الناحية التضاريسية في شبه الجزيرة العربية، وهو عامل الاستقطاب الأهم الذي يؤدي للاستيطان البشري، لذلك كانت حائل من أهم الحواضر تاريخيا في جزيرة العرب. وقد عرفت المنطقة بمسميات عدة خلال عصور تاريخية سابقة، وعرفت باسم جبال طي نسبة لقبيلة طي القحطانية التي استوطنت المنطقة لقرون. وعرفت المنطقة كذلك باسم جبل شمر إضافة لاسمها التقليدي حائل، نسبة إلى واد جاف ينحدر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي موازي لجبالها، وقد سمي الوادي بحائل وأصبح اسمها الرسمي بعد ذلك. طبعا حائل هي مركز حضاري منذ قديم الزمان، لدينا آثار تعود إلى العصور الحجرية لها عمق تاريخي كبير. أيضا حائل هي مكتبة الرسوم الصخرية المفتوحة في المملكة، والدليل على ذلك تسجيل موقعي جبة والشويمس على قائمة التراث العالمي، إيمانا من المجتمع الدولي بأهمية هذين الموقعين للتراث العالمي الإنساني. تعد المنطقة من أغنى المناطق بالرسوم الصخرية التي تعود لعصور تاريخية قديمة، فهي معين لا ينضب للباحثين المتخصصين بدراسة الحضارات القديمة، وهي تحوي عددا كبيرا من المعالم السياحية المتعلقة بالتراث، وتحديدا ما يتعلق بالجانب العمراني. وعن سكان المنطقة، هناك إشارات لبعض الدراسات إلى أن العرب البائدة هم سكان منطقة الجبلين الأولون، ثم استوطنتها قبيلة طي القحطانية في القرن الثاني الميلادي بعد هجرتهم من موطنهم الأول الجوف في اليمن للبحث عن موطن جديد للقبيلة إثر انهيار سد مأرب. أما في العصر الحديث فينقسم مجتمع المنطقة من حيث النمط الاستيطاني والثقافي إلى حاضرة وبادية، وروح التسامح والتعايش مع الآخر هي السمة السائدة بين أفراده، وقد جعل ذلك منها منطقة جاذبة لجماعات أخرى من قبائل وأصحاب حرف اندمجت معهم فشكلوا مجتمعا متجانسا ومكملا لبعضه. وقد ساهمت منطقة حائل مساهمة فاعلة في حرب المرتدين، فكانت انطلاقة خالد بن الوليد من منطقة الجبلين بعد أن انضم إليه عدي بن حاتم الطائي يتبعه جناح قبيلة طي الغوث وجديلة. ومثلما كانت المنطقة منطلقا لمحاربة كبار قادة حركة الردة، أصبحت بعدها مركزا لانطلاق الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة العربية المتجهة للعراق ومن ثم إلى بلاد الشام، وساهمت مساهمة فاعلة في تلك الفتوحات، وشكل أفرادها جيش خالد الخاص الذي بلغ عددهم أثناء حروبه في العراق والشام 9000 مقاتل. وفي العصر الحديث لعبت المنطقة دورا كبيرا في الأحداث التاريخية في العصور السعودية الأولى والثانية. حائل ليست ذات قيمة أثرية فقط، بل تملك مقومات المكان الجغرافي، وكذلك تملك القيمة التاريخية بمشاركتها في الأحداث التاريخية عبر العصور. فالمنطقة لها إسهامات تاريخية أثرت في مجرى الأحداث في العصور القديمة وفي العصور الإسلامية، وكذلك في التاريخ الحديث وخلال الفترة المعاصرة. وفي عهد الملك عبد العزيز كانت البلاد تدار من خلال 4 مناطق إدارية، هي الرياض ومكة المكرمة والأحساء وحائل. ووعيا من الجمعية التاريخية السعودية وجامعة حائل بأهمية تاريخ المنطقة باعتبارها حلقة من حلقات تاريخنا الوطني السعودي ودراسة آثارها وجغرافيتها وتطور مجتمعها، انطلقت فكرة إقامة مؤتمر علمي يحمل عنوان تاريخ حائل وحضارتها عبر العصور، حيث يتناول هذا المؤتمر مناشط عدة منها جلساته التي قسمت وفق محاوره إلى 9 جلسات علمية، ويزخر بمشاركة كوكبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين والمهتمين بتاريخ المملكة العربية السعودية بشكل عام وتاريخ حائل على وجه الخصوص. حائل تاريخ يستحق منا أن يقرأ بجدارة.